تقول: ما حكم الميش وهو صبغ الشعر المرأة، وهل يمنع وصول الماء أم لا مأجورين؟ صبغ شعر المرأة بأي صبغ كان لا بأس به بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون صبغا أسود لإخفاء الشيء، والثاني أن لا يكون من الأصباغ الخاصة بنساء الكفار. وأما هل يمنع وصول الماء أو لا، فإن كان له قشرة. هل يجوز للمرأة إضافة الألوان لشعرها دون أي ضرورة غير التجميل والتجمل؟ الأصل في الأشياء غير العبادات الحل، وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بما شاءت من الصبغ إلا إذا كان خوافا تخفي به شيبها، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال: جنبوه السواد. أو إذا كانت هذه الأصباغ مما تختص به نساء الكافرات، بحيث إذا شوهدت هذه المرأة قيل: هذه امرأة كافرة، لأنه لا يصبغ هذا الصبغ إلا امرأة كافرة، وحينئذ يحرم على المرأة أن تصبغ به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا خلي هذا الصبغ من هذين المحذورين، أعني صبغ السواد لإخفاء الشيب أو الصبغ الذي يختص به النساء الكافرات، فإن الأصل الإباحة، فتصبغ المرأة بما شاءت. حكم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة: حكم صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء، وهذه الصبغة ليست حناء. العفو في الأشياء غير العبادات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، لأن ما سكت الله عنه فهو عفو. وبناء على هذه القاعدة العظيمة يتبين جواب السؤال، وأنه لا حرج على المرأة أن تصبغ رأسها بالأحمر أو بالأصفر أو بالأخضر إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنساء الكافرات. وأما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.